تبيعها يلزم نغرموها حاجة ظاهرة، مش تقعد في الدار وحدها، يلزمها تحوس الدور، مش احنا برك نتفرهدوا. كنا صغار ما نمشيو مع بابا يرحمه للبحر ونباتوا، كل مرة نباتوا مرة نروحوا، كل مرة كيفاش. غرام جوست كنا نضيعوا في الوقت، وباش ما حدش يقعد في الدار باش يقعد يعمل، ولا باش يمشي للقهوة باش يقعد كيف السواق يقعد في القهوة، هي بداعة يخرج يتفرهد هو والمدام شوية وكا. قصروا في الوقت هكا جابني المسيو مغروم وهكا نمشيو معاه نضيعوا شوية وقت. قول هكا نمشي معاه منو نبدل الجو منو نونسو وكا. شنو رامين توا السنارة وتستنيو فماش حوت؟ هكاكا أنا نوسعوا في بالنا شوي شوي. توا أنت والمدام؟ حتى المدام يظهر لي تغرمت بالمسير. بالطبيعة يلزم نغرموها حاجة ظاهرة. كاو باش تقعد في الدار وحدها يلزمها تحوس الدور، مش احنا برك نتفرهدوا. توا كل يوم أنت تجي لهنا ولا مرة في الجمعة؟ ساعات هكاكا، مرة في الجمعة مرتين في الجمعة، كل مرة كيفاش كذا اللي مرتاح الواحد. غرام هذا عندك برشا معناها مغروم هكا؟ كنا صغار ما نمشيو مع بابا يرحمه للبحر ونباتوا، كل مره نباتوا مره نروحوا، كل مره كيفاش. طبعا معناها مجرد غرام ولا تحب تروح بكعبات حوت مجرد هكا تضيع الوقت ولا؟ ليه غرام جوست كنا نضيعوا في الوقت، باش ما حدش يقعد في الدار باش يقعد يعمل، ولا باش يمشي للقهوه باش يقعد كيف السواق يقعد في القهوه، هي بداعه يخرج يتفرهد هو والمدام شويه وكا. وتوا فما حوت ساعاتك تروحوا بكمية محترمة من الحوت ولا كيكة وبرا؟ البحر مرة هك ومرة هك، كل مرة كيفاش، مرة يعطيك ومرة ما يعطيكش، كل مرة انت وقسمك. لقيناك انت زادة رامية توا السنارة وتستنى، معناها رامية الخيط وتستنى في تشد شحوتة. كاو هنقصروا في الوقت هكا جابني المسيو مغروم وهكا نمشيو معاه نضيعوا شوية وقت. انت مغرومه من قبل ولا خاطر هو مغروم تغرمت معاه؟ مغروم قول هكا نمشي معاه منو نبدل الجو منو نونسو وكا. وتو تعلمت هكا كيفاش تحط الطعم وتصطاد ولا كيكا؟ كيكا شوي شوي هكا هو يحط لي ويقول لي ارمي وكا. وتجبد ساعات حوت ولا قليل؟ قليل برشا كان وصى في بالي وكا هو مش هكا واحد جيت فرهد ميلا شويه شويه وكا. شنو اكثر حاجه ماشيه في المصيد تجيب الحوت؟ بون هي اكثر حاجه يمس عليها الحوت مهما كان هي الشفرات. الشفرات يمس عليها الحوت الكل، فهمت؟ بالنسبه لفما انواع نتاع حوت ما تمسش على الشفرات، فما الحوت الخشين هيك ياكل الحي كما نقولوا احنا، فهمت؟ معناتها يمس على الحوت الاخر على الحوت الجيد، فهمت هكاك. طيب قديش تقعد تستنى كيبدا فما حوت باش تخرج لك هكا حوتة ولا تشد كونتيتي؟ لا انت وقسمك، ساعات اذا لي فما حوت سارح برشا فهمتني ترمي من با دقيقتين ثلاثة تعاود تجبد ترمي هكاك، فهمت؟ ساعات هكاك ترمي تقعد حتى ربع ساعة نص ساعة عادي تستنى. وديما تصطاد لنا البطاح ولا تبدل بلاصة؟ نبدل مرة نطلعوا لراس نجلة مرة نطلعوا سيد البشير، كل مرة نمشيوا لبلاصة، كل مرة نمشيوا لبلاصة.